هنا امام معضله يا جماعه، الدرائع هذه وانه الحوثي منع تصدير النفط وانه مدري ايش، يعني ضرب بالمسيره. طيب هل السعوديه غير قادره على دعم الجيش الوطني بسلاح ردع استراتيجي مسيرات ويخلوه يتصرف بها هو، يستهدف الحوثيين ويستهدف اجتماعاتهم ويقض مضاجع عام حتى يتراجعوا عن منع تصدير النفط؟ العدو السعودي الاماراتي تملك القرار اليمني، فما بالكم لما نجي نتكلم نقول ليش ما دعموا القرار اليمني بمسيرات؟ على اساس يعني ايش بيدعموهم بمسيرات؟ ما هو جاي يسيطر عليك ويمكن ايران اصلا، مع انه قادر يسلحك وقادر يعطيك السلاح المناسب، لكن لا، هو يريد الحوثي يكون متفوق عليك. ايش معنى ان ايران زودت الحوثي بالمسيرات؟ ايش معنى ان الحوثي يوصل له كل انواع سلاح الردع الاستراتيجي الذي يقدر يطال دول تبعد على اليمن 1000 كيلو؟ ايش معنى؟ ليش الا السعودية مش راضية تمكن اي طرف حتى على الاقل من المرتزقة والحثالة اللي يتبعوهم اللي شكلوهم ضد الجيش الوطني؟ ليش ما يمكنوهم بسلاح سع الناس؟ لا تدي لي دبابات ومدرعات، ادي لي مسيرات. هذا الزمن زمن المسيرات. شوفوا الكفة ترجح وتهبط بالحرب الروسية الأوكرانية عبر المسيرات. هو هذا سلاح العصر، سلاح هذا الزمن المسيرات. الحوثي تخيلوا يلبو جلائي مكان بالمسير وإحنا في هدنة، في هدنة يا جماعة، هدنة، لكن مش معنا احنا اليمنيين الهدنة، مع العدو السعودي الإماراتي. قلت لكم محمد بن سلمان بيسلم للحوثي ويتنازل له، يتغطرس ولا يدعم طرف يمني مناهض للحوثي يقدر يطال الحوثي ويقض مضاجعه. ايش تفكروا الحوثي ليش بيتغطرس ويستعرض هكذا؟ ما لقاش تحالف حقيقي فعلا يدعم خصومه، ما فيش. جالس يدعم قلاقل بحضرة موت، مشاكل بحضرة موت، راح يحارب بشبوه، يعني ما شاء الله عم استخدموا مسيرات، على بالله عتب استخدموا عليهم مسيرات.